الحمد لله انه الدراجة مو وقعت في الواد، وهذا الشخص مزع لي قلب. وفي شنطة تعدي. السلام عليكم، هلا هلا، كيف حالكم؟ جماعة الخير ان شاء الله تكونوا تمام، طمنوني عنكم ان شاء الله. تعرفوا يا جماعة وانا قاعد بحكي بهاي المقدمة اقسم بالله العظيم اني صرت اهلوس للمتابعين القدام، المتابعين اللي كانوا يتابعونا زمان ايام ما كنا نعمل على مقاطع الاكل والفلوجات القديمة. احنا رجعنا للفلوجات، بيعرفوا او بتذكروا شو هي مقدمة السلام عليكم هلا هلا. مستحيل انساها هاي المقدمة. قبل شوي وانا قاعد بفكر بالتصوير ذكرت هاي المقدمة، حكيت والله غير احكيها. اذا انتم من جماعة المتابعين القدامى اللي تذكروا هاي المقدمة اكتبوا لي بالكومنتات. طيب يا جماعة، اليوم هو عبارة عن فلوج عادي، راح نصور شو راح يصير معاي خلال اليوم، لكن اكثر اشي رئيسي اليوم راح يصير معانا انه راح نعمل اشي للدراجة، وبصراحة الاشي هذا لازم ينعمل. اليوم بصير لي 7 ايام مستلم الدراجة، هذا التعديل لازم يصير لانه للأسف قبل يومين كانت راح تصير كارثة. للأسف الدراجة كانت كنت صففها يعني مع شباب، كنا طالعين على مطل، ففي صاحب إلي بده ينزل الدراجة وقعها. الحمد لله إنها إجت بس على هيك، الحمد لله إنه الدراجة ما وقعت في الواد، يعني الدراجة لو وقعت في الواد تعال جيبها عاد، لكن لو إنه أنا استعجلت بموضوع السلايدر كان تلاشينا بعض الأمور. إيش هي الأمور اللي كانت لشيناها يا جماعة؟ انه لما وقعت الدراجة للأسف صار فيها شخط خفيف، وهذا الشخط يعني مزع لي قلبي. طبعا في لصاحبي والله العظيم مو لإشي، بس انه خلص عشانها جديدة فالواحد ضايق شوي. هاي عندكم هون يا جماعة هذا الشخط، يا الله. طبعا الشخط هذا موجود على الستيكر الموجود على الدراجة مش على الكت نفسه. انا سمعت انه بتقدر تغير هذا الاستيكر، وسمعت برضو ناس بتحكي لي انه ما بزبط تغير الاستيكر، بدك تغير الكت كامل. اذا بزبط نغير الاستيكر راح اغير الاستيكر، اذا ما بزبط اغير الاستيكر بدي اشتري كت كامل، اكيد ما راح اشتري كت كامل. فعشان هيك يا جماعه اليوم ان شاء الله اول هدف رئيسي راح نعمله راح نروح نركب سلايدر للدراجه، لانه لو انه كان مركب سلايدر كان ما ضررت الدراجة زي هيك. واللي بيسألني ايش السلايدر، السلايدر هو عبارة عن حديدة حماية بتطلع من هون تقريبا اعتقد لهذا المكان، بحيث لو وقعت الدراجة يوقع على السلايدر والدراجة نفسها ما تتأذى. وين رايح؟ اليوم الهواء قوي، توكل على الله، واخذت موعد عند شاب بمنطقة البيادر على الساعة 12 ان شاء الله اكون عنده. ما شاء الله والله العظيم يا اخوان، يعني معطي جمالية سبحان الله سبحان الله، عن جد سبحان الله. زي ما هي ما عملتش عليها شيء، بس ركبنا اكسسوارات بالفيديو الماضي، وهذا هو الدراجة جايب لكم اياها لقطة مع الورود. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله الى منطقة البيادر، هيا بنا. اليوم الجو غريب، يعني في هواء بارد والشمس حامية. في اشي كثير ضايقني ايام الماضية، لقيت تطبيق توصيل اوردرات اشتغلت عليه يومين. اكثر اشي ضايقني بموضوع الاوردرات على الدراجة الخوذة الفول فيس، لما تيجي تشتحها وتيجي تلبسها بتغلب، مش لانها فول فيس، لاني انا شخص بلبس نظارة، فاقسم بالله قعدت افكر لقدام اعمل عملية ليزك، موضوع كثير بغلب. يعني لو اني مش لابس نظارة الخوذة بتخدش معي ثانية لبس. ها خلصنا، بس موضوع البس النظارة واشلح النظارة هو اللي بغلب قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقنا ووكلنا على الله. مخرطة ريم، طبعا حاليا قاعد بستنى دوري، لسه دوري ما اجى. راح اصور لكم تقريبا كل شيء راح نعمله، راح احطكم يعني بالتفاصيل كامله، هتحسوا حالكم معاي بالبيادر ان شاء الله. جاري التظبيط اخذ المقاسات، فصلنا السلايدرز اللي هو التفلون على ما اعتقد، ودهنا الحديد، ضايل بس استناه ينشف ونركب. الحمد لله امورنا سهله، توقعت نتغلب اكثر من هيك.
خلصنا ما تاخرنا كثير، بس على السريع معانا محمد اصحاب المخربه. شو اخبارك ابو محمد؟ اهلا وسهلا علي حبيبي. بس سريع سريع تحكي لنا شو بتقدموا؟ احنا بنقدم سيرفيس للدراجات، سيرفيس كامله، وبالنسبه لتعديل الدراجات الاكزوست سلايدرز كراش كيد هذول كامله للدراجات، برضه للسيارات 4x4 بنشتغلها وجميع السيارات وخراطة عامة بشكل عام. يعطيك العافيه ابو حميد، ما قصرت والله حبيبي ابو حميد. يا جماعه المخرطه موجوده بالبيادر، اي شيء بدكم تعملوا على الدراجات موجود، على السيارات موجود، سلم ايديهم ما قصر. هيك بنكون أملنا حالنا بالسلايدرات، هيك الواحد بسوق بالشارع وهو مش خايف حرفيا. موضوع السلايدر يا جماعة وهو كالتالي، أعتقد فرجيتكم إياه أكثر من مرة وإحنا هناك، هو عبارة عن هاد الحديدة محطوط عليها هذا التفلون. هذا الإشي يا جماعة لا سمح الله لو الدراجة مالت لهاي الجهة أو هذيك الجهة، ما بتوقع على الكت الجانبي، بتوقع على هذا السلايدر. وزي ما بتشوفوا السلايدر هذا طالع عن كت الدراجة تقريبا 10 سنتي، فلو وقعت الدراجة ما بيصير إشي لا بالجير ولا اللي بتحط إجرك عليها. طبعا السلايدر طالع من هون طالع من هون. طبعا في نوع حماية أيضا سلايدر ثاني، هذا وين بتركب؟ بتركب على عجال الدراجة هون، نحط على الصمونة الموجودة بهذا المكان ان شاء الله. بالفيديوهات الجاي على رواق راح برضو نجيب منه ونحطه هون، لكن اللي بنحطه هون مش غالي زي هذا. هسه هذا السلايدر مكلف ويعتبر سعره غالي، سعره غالي، فهذا السلايدر كلفني 45 دينار. اوكي بكلف، لكن حرفيا بحميك لا سمح الله من وقعة ممكن من خلالها تدفع حق كت جانبي. والله الجو يا جماعة شغل رايدات، تطلع رايد جو كثير حلو يا اخوان، كثير حلو. الدراجة بدها غسيل. عندنا هون جيبة هاي، شو بحكي لي محمد اللي كنا عنده مخفف الريم، بحكي لي في كثير ناس ما بتعرف انه هون في اشي، كتبتوا لي اياها انتم برضو على اليوتيوب انه سامر في شنطة عدة تحت الصندوق. هل معقول في عندنا شنطة عدة ولا لا؟ تعال نشوف. ايه شوف، على ما اعتقد شكله في شنطة عدة حرفيا. والله يا جماعة هيو زي ما حكولنا، حرفيا في شنطة عدة. تعالوا نشوف شو العدة الموجودة. طيب عندنا هذا اعتقد للبوجية، عندنا هنا مفك عادي، مفك مصلب، جكات، يا سلام الانكات. كثير ناس ما بتعرف انه في هاي العدة، لدرجة قبل شو بحكي لي بقول لي مرة واحد معاه دراجة دوكاتي 2014 شاريها من 2014، جايبين له اياها بيعرفوش انه فيها عدة من 2014، تخيلين لوين يا جماعة. فممتازة والله هاي العدة جدا بتفيد. عن شو نازل عمل؟ خذيت سطل مي، وفي عنده هون هو عبارة عن فرد مي، لكن والله العليم شكلي خربته، أو مش أنا اللي خربته، الأحرى المحترم هذا طار معك. طبعا اللي صار يا جماعة إنه وقع البطارية تبعت الفرد جوا سطل المي، فلحد الآن مش راضي يشتغل، شكله خرب. هي طبعا يا جماعة بعد ما نحط المي في عنده هون شامبو. افشل محاولة غسيل دراجة ممكن تشوفوها في حياتكم. اولا عمري ما غسلت سيارتنا، يعني انا ما بحب اغسل السيارات، قلت دراجة جديدة خلينا ننزل نجرب فعاليات جديدة، ندمت صراحة. مرة جاي راح اروح اغسلها بمغسل، في مغسل بتغسل غسيل دراجات مخصص، راح اغسل هناك. يا زلمة حل عني بلا فريان القلب، انا ما بحب اغسل السيارات، يعني ما بحبش. في ناس ومنهم ابوي حرفيا لما يكون زهقان بده يطش بغسل السياره، بطش ابوي فيها. انا ما بحب اغسل السيارات ولا الدراجات، هذا اللي اكتشفته. ومع الفرد هذا اللي مش راضي يشتغل معي، فانا بعرف انه بده يشتغل كان ما غسلتش، بس هي غيث بيساعدنا قاعد.
طيب تقريبا خلصنا. بس شو راح اعمل؟ راح اطلع فيها هيك مشوار ابو 3-4 دقائق الف فيها. ليش؟ عشان في اماكن ما بقدر اني انظف فيها المي او ايدي ما بتوصلها، فهاي الاماكن اذا ما نشفت بسرعه على المدى الطويل بتصدي، فلازم اطلع هيك على السريع لفه لفتين بالدراجه وراح بتصير تمام. بس مبدئيا ورسميا هاي اول مره واخر مره بغسل الدراجه انا. حل عني وديها على مشحب يخليهم يزبطوها. بس مبدئيا نظفت، لا نظفت نظفت يعني. هيك صارت الدراجة، كانت مقرفة قبل يومين. خلنا نطلع لفة على السريع. حمام العرس يا نفسي اسب عليكي، بس صراحة شكرا لغيث، يعني جد ساعدنا كثير، شكرا. سامر يا زلمة مش فاهم. شباب يا زلمة مش فاهم. فاهم يلا طلع.